بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل موضوع الريبليسمنت اناليسيز اللي هو الموضوع الاخير في الانجينيرينج ايكونومي كورس. بنقول والله لو انا عندي اكزامبل بسيط كده اهوت، سعر هذا الاسيتس او هذا الاصل بهذا المبلغ، وعندي نهاية العمر الافتراضي اقدر ابيعه ب 20,000 سالفج فاليو، وهذا يعيش 4 سنوات، وعلما بأن الانترست ريت 10%. لما أحب أجيب الإكويفالنت أنيوال كوست، طبق أحد القوانين اللي خدناها قبل كده، بضرب البي في الفاكتور تو فايند A جيفن B ناقص الإس في الفاكتور تو فايند A جيفن F، إنك بتحول كله إلى أنيوال، البريزنت بتحوله لأنيوال، والسالفج فاليو بتحوله إلى أنيوال اللي عندي، يطلع بهذا الشكل. لو انا عاوز اقارن الحل بتاعي بالقانون اللي فات، يعني هنا بالسنس باي انرجيك سنس، يعني كان البريزنت اللي عندي بحوله لانوال والفيوتشر بحوله الى انوال، يبقى جبت الايكويفالنت انوال كوست. لكن لو عاوز احفظ القانون هو بي ناقص اس في الفاكتور تو فايند اي جيفن بي زائد الاس اي، هيطلع الناتج عندك اهو زي ده، هو نفس الناتج، مفيش فيه مشكله، اي حد يحل باي طريقه، بس بنفس البروسيدوز مفيش اي مشاكل خالص. عندي اصل من الاصول بيعيش 5 سنوات، والقيمة بتاعته عبارة عن 52,000 دولار. It was expected to have economic life، يعني هو تم شراءه من 5 سنين، هيعيش 8 سنوات، at which its salvage value عندها هيبقى القيمة بتاعته عبارة عن 40,000. If the function that it asset was serving is no longer needed, for which price must it be sold now to recover the investment capital؟ يعني أنا كنت شاري أصل معين، وهذا الأصل قيمته 52,000. خلي بالك من المشكلة دي، مهمة قوي. متوقع إنه يعيش 8 سنين. في عند 8 سنين لو هبيعه هيجيب لي 40,000. أنا فكرت عند 5 سنين أبيعه هيجيب لي كم يا بطل؟ طبعا في قانون ممكن تطبقه على طول، أنا عاوز أجيب قيمته. طبعا هنا في تم إهلاكه، هنا الجزء ده لما يتم إهلاكه أو أنا ما استفدتش منه في هذا الجزء، خدين بالكم. في الحالة ديت الـ equivalent annual cost بالقانون بتاعنا B ناقص الـ S في الـ E على الـ B زائد الـ S في الـ I، يطلع الكلام ده. خلي بالك ده equivalent annual cost، هذا الرقم اللي هو 10,142 خلص اشتغل معايا لحد السنة الرابعة الخامسة، لكن أنا هبيع بقى في الخامسة، يبقى مش هيشتغل معايا في الستة ولا السبعة ولا التامنة. ففي الحالة ديت هيقول لك المبلغ ده هو أجيبه بريزنت وهو أنيوال، و12% أو حسب سعر الفايدة المتبع، و3 سنين، وبعدين أجيب قيمة المبلغ ده، لأن أنا عاوز عند الخمسة، لكن كنت مخطط إن هو عند الثمانية، يبقى فيه 6 و7 و8 لم يشتغل، بجيب قيمة هذا الاستغلال عند السنة الخامسة، يبقى بضرب في 3 سنين، وبعدين السالفج فاليو في الآخر أضيفها ليها، يبقى قيمة السالفج فاليو ديت أجيب قيمتها أيضا عند السنة الخامسة، يطلع 27,204، يبقى السيلينج برايس اللي عندي يطلع، ممكن أجيبه حل آخر B ناقص S على B في البي على الـ A زائد الـ S، يطلع نفس الرقم ده. يبقى انت لو عاوز تبيعها هتبيعها ب 27,208، مش هتستنى لما توصل في الاخر للقيمة بتاعت السالفج فاليو. ده اكزامبل مهم وفي سنس شوية.